عم سيد، انا اسمع عن ارتام كتير جدا انتوا بتشتغلوا بيها، منها مثلا الفن الحواسي. وليه ارتام كمان متعدده. ايه هو الفن الحواسي؟ الفن الحواسي يعتبر فن زي الفن البسيوني، زي الفن التلقائي. بسيوني دي بترجع لبسيون. ايوه. والحواسي ده السيد حواس اللي هو شاعر السيره الهلاليه في الدلتا. صح كده؟ على حسب فين؟ من سند اباص غربيه. وهو بيقول بارتام مختلفه. زي ايه مثلا؟ من معجزات النبي احمد كحيل العين، الورد فتح وانشق القمر ده له نصفين، كان لما يمشي الملايكة يحرسوا صافين، وعلى البراك ارتفع لما سبع سماوات. في رتم تاني اسمه رتم التحية. يا مرحبا، أجمل تحية عرب الشرقية، يعني شوبك بسطة الأهل والكلة. لما دعوني أهلي وحبايبي في كل مكان وكل عنوان، مصر الجميلة المنورة، أقدم تحية لضيوف حلية حضروا إلي باليمن والإشراق. يا مرحبا، سنة طيبة والكل فرحان ليكم تحية. وفي برضه الريتم البسيوني. الريتم البسيوني بقى من بسيوني ليه؟ انا اللي عاشق صبابة، اسمع وروق بقى يابا، ده الفن خبرة وكتابة، واللي سمعني صلى عليه. نبي الشفاعة ما بين ايديه، وربنا خصصها اليه، رفع مقامه واعلى اليه، نبي ده والله نصلى عليه. في كمان نص الدولاب. وفي الدولاب. في دولاب ونص دولاب. ايه بقى نص الدولاب؟ بناخده احنا عشان التحيات اللي بتبقى في الافراح. حد يقول لك ايه؟ بعد الكلام عندي سلام للناس، ليله ليله الهنا زاد الهنا على الناس، قالوا اللي بيحبه ربنا يا شبك يحبه فيه جميع الناس، والعبد ما دام معاه ربنا ما يهمه كلام الناس. امشي عدل تنعدل تحبك جميع الناس.